ويا اهلا وسهلا فيكم متابعينا بساعتنا الثانيه من مشوارنا الصباحي بصباحك مسك. مثل ما خبرناكم بمقدمه البرنامج انه اليوم عنا موضوع جدا مهم، وهو كيفيه التجنيس والحصول على الجنسيه التركيه من خلال التملك العقاري والاستثمار العقاري. ضيفنا اليوم هو الاستاذ المحامي زياد عجان الحديد، مدير الشؤون القانونيه في شركه غرس. بدي رحب فيك استاذ بسام. زياد اهلا وسهلا فيك بالاستوديو، منورنا اليوم. حياك الله استاذي هالي، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ زياد. صراحه كثير من الاشخاص بيطمحوا انه يحصلوا على الجنسيه التركيه، لكن طرق الحصول على هي الجنسيه عديده، لو بنسلط الضوء عليها، لكن لو تكون غير طريقه التملك. قبل ما نبلش بموضوع التملك ونحكي عنه بالتفاصيل اكثر بمحاورنا الجايه، اتاحت القوانين التركيه بشكل عام لكل الأجانب من حق التقدم والحصول على الجنسية التركية. جميل. عن طريق عدة طرق. الطريقة الأولى هي الإقامة على الأراضي التركية لفترة معينة من الزمن. نعم. فترة الإقامة تختلف حسب نوع الإقامة، فمثلا لو كان الإقامة السياحية أو الطلابية أو العقارية فيجب مضي 8 سنوات من الحصول على هذه الإقامة. أيوة. في حال إقامة العمل 5 سنوات ومن ثم يستطيع حاملها التقدم الحصول على الجنسية التركية. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من لديه أصول عثمانية، أي شخص لديه أصل عثماني. جميل. يستطيع بموجب هذا الأصل التقدم الحصول على الجنسية التركية. ثالثا الجنسية التركية عن طريق التبني، وهذا كان هذا التبني يمكن حكينا عنه، كان موضوع حلقه سابقه. صحيح صحيح. استضفتنا هنا عبر قناتكم الكريمه يعني. نعم. وتكلمنا عنه. نعم. بشكل مفصل تماما. ايضا عندنا الجنسيه التركيه عن طريق الزواج، سواء من مواطن تركي او مواطنه تركيه. ايوه. خامسا التجنس عن طريق قرار استثنائي، كما هو الحال في الجنسيه عن طريق الاستثمار العقاري بمبلغ 250,000 دولار. ايوه. والايداع البنكي 500,000 دولار. وكما حال الأخوة السوريين في الحصول على قرار التجنيس بشكل استثنائي. أيوة. وهناك طريقة تهم أو تخص الأتراك على وجه الخصوص، وهي الجنسية عن طريق إعادة الاعتبار. إعادة الاعتبار؟ نعم. ما المقصود في إعادة الاعتبار؟ يعني يوجد أتراك خارج تركيا. أيوة. تنازلوا أو تخلوا عن الجنسية التركية. بعد فترة يستطيعون تقديم طلب بإرجاع الجنسية الأصل واستعادة الجنسية. نعم. نعم. هذا بشكل عام الطرق. طرق متنوعة. نعم. وطرق عديدة. نعم. ممكن يكون أغلبها سهل بالنسبة لبعض الأشخاص. نعم. وخاصة فيما يتعلق موضوع الإقامة أو حتى أذونات العمل. طيب إذا بدنا نحكي أستاذ زياد عن شروط الحصول على الجنسية التركية، وهو محور موضوعنا لليوم، عن طريق التملك. نعم. شلون بيقدر الواحد يحصل عليها؟ الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري شرط أساسي، وهو شراء عقار بمبلغ 250,000 دولار. أيوة. وتسديد قيمة هذا العقار سواء بمبلغ 250,000 دولار أو بما يعادله بإحدى العملات التركية الأخرى. ويتم احتساب حلو. سعر صرف بتاريخ التسديد. حلو. نعم. حلو حلو. إذن هي المفتاح الأساسي لموضوع التملك. نعم. إذن لازم يتم شراء عقار بقيمة 250,000 دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية. نعم. الأخرى. نعم. وبيتم احتسابه مثل ما ذكر. نعم. طيب نبلش بخطوة خطوة. نعم. في خطوات أكيد عديدة لمسألة الحصول على الجنسية، خلينا نحكي، والتقديم على هي الجنسية التركية عن طريق التملك العقاري. نعم. شو لازم الشخص يعمل لحتى يبلش بهي المسألة؟ أستاذي هلا، نبدأ من الخطوة الأولى. بعد إتمام شراء العقار. نعم. واستخراج الطابو والحصول على سندات الدفع، إما لشركات البناء أو لصاحب العقار الأساسي يعني التركي. أيوة. يتم بداية تقديم طلب المطابقة، وهو أيضا موضوع مهم في هذه الحلقة. المطابقة. المطابقة. المطابقة وهي تعني وضع الإشارة على العقار لمدة 3 سنوات. أيوة. وعدم التصرف في هذا العقار خلال هذه المدة. أيوة. من بعد التقديم على المطابقة أو فترة صدور المطابقة تستغرق من 10 أيام حتى 45 يوم. أيوة. فترة صدور المطابقة. هي الأمر وين بيتم؟ بالطابو. يتم بإدارة الطابو في إدارة عامة الطابو. أيوة. نعم. من بعد صدور المطابقة تأتي المرحلة الأولى
من مراحل الجنسية التركية عن طريق التملك والتي تبدأ بداية بتقديم إقامة المستثمر. تمام، لازم يبرزها بقى. إقامة المستثمر أمر ضروري في مراحل التجنيس عبر التملك العقاري. طبعا كثير من الأشخاص بيتسألوا، أنا مثلا عندي إقامة سياحية، أنا عندي إقامة عقارية قبل طبعا هذا الأمر لا يؤثر نهائيا على موضوع الإقامة السابقة. نفس رقم التيجي الموجود على الهوية السابقة يتم وضعه على إقامة المستثمر. جميل. لكن قيودها في الدولة إقامة مستثمر. أيوة، وهي إقامة قصيرة الأمد. تغيرت، معناته نعم. تتغير نوع الإقامة. تتغير نوع الإقامة. نعم. هي بشكل حصري يمكن ومؤقت كمان. طبعاً بشكل حصري ومؤقت. أيوة. تتراوح ما بين 3 أشهر حتى السنة. إقامة المستثمر. طيب هلا هي بعد، خلينا نفرض إنه خلصت المدة ولسه ما يعني مثلاً أصلاً الجنسية. ممكن نستطيع تقديم طلب تمديد للإقامة. حلو. وهذا يعني الأمر جائز وحصل من كثير من العملاء. نعم. عندما نأتي ونقدم إقامة المستثمر، خلال هذه المرحلة نقوم بتجهيز الأوراق اللازم إبرازها من أجل تقديمها لإدارة التجنيس. جميل. فما هي أهم الأوراق الضرورية لهذا الأمر؟ لابد من وجود شهادات ميلاد لكل أفراد العائلة، شهادة الميلاد لكل أفراد العائلة، مو بس للمستثمر، للمستثمر وللزوجة. أيوة. وللأولاد شهادة ميلاد، شهادة الميلاد. نعم نعم. ولا بد من وجود عقد الزواج. ايوه. ولا بد من ترجمه جوازات سفر ويكون فيها صلاحيه على الاقل لمده 3 أشهر. نعم. بالنسبه لشهادات الميلاد وعقد الزواج، يجب ان يكون مصدقين اصولا حتى يتم اعتمادهم في تركيا. مثلا تم استخراج شهاده الميلاد من العراق. نعم. يتم تصديقهم من وزاره الخارجيه ومن ثم القنصليه التركيه. ايوه. في حال تعثر تصديق القنصلية التركية في أي بلد، يتم التوقيع عليها والمصادقة من قبل القنصلية العراقية مثلا في اسطنبول. أيوة. ومن ثم الوالي حتى تصبح صارت المفعول. نقط مهمة. نعم. للغاية. في حال تقدم شخص أعزب بطلب الحصول على الجنسية التركية، وهذا حسب التعديلات كمستثمر. نعم كمستثمر. حلو. وهذا حسب التعليمات الأخيرة من إدارة التجنيس. لو تقدم الشخص وهو عازب بطلب الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري. نعم. لابد من إضافة إلى شهادة ميلاد أي وثيقة تثبت الحالة المدنية، وثيقة مستقلة عن شهادة ميلاد تذكر فيها بأن فلان حامل الجواز رقم كذا، قيد نفوس بيقولوا له، هي هو أعزب. أيوة. ممكن نحن نقول قيد نفوس، بيانة الحالة المدنية. عند وصول المطابقة و استلام الأوراق وتجهيزها سواء من الترجمة وتصديقها من النوتاري، تم تقديمها لإدارة التجنيس. إدارة التجنيس تقوم بفحص المستندات ومن ثم الحصول على البروشور النفوس الجنسية من أجل تعقب الطلب. طبعا العملاء، غالب العملاء بيسألوا كم يستغرق مدة الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري. من تاريخ الحصول على المطابقة الأمر يستغرق 90 يوم. من تاريخ الحصول على المطابقة اللي هي أصلاً بين 15 وتقلتنا ل 45 يوم. 45 يوم. تمام. إذن لازم يبلش من هون. نعم. يعد. يعني لازم يمر 3 أشهر. ها. بشكل عام. أيوة 3 أشهر. نعم. إذن هاي نقطة مهمة للغاية ولازم نوضحها. طيب هلأ إذا بدنا نحكي عن موضوع متصل وسياق متصل، أصلا المستثمر كمستثمر حابب أصلا هو يعني كمان صحيح بده الجنسية التركية، لكن هو بده يعرف وين العقار اللي حياخده، مكان هذا العقار، شروط أصلا تملك. نحن بنعرف رقم المبلغ المطلوب 250 ألف دولار. طيب بس ما في شروط تانية يا ترى؟ الشرط الأساسي هو بالنسبة للاستثمار العقاري هو المبلغ 250 ألف. يعني ما بيهم المكان، مكان العقار ما بيهم، أي مكان ما بيهم. أيوة. سابقا قبل طبعا التحديث الأخير بقانون الجنسية. نعم. لعام 2018 كان المبلغ 1,000,000 ليرة تركي، فالتعديل الأخير صادر بتاريخ 2018 طبعا بتاريخ 19/8/2018. أيوة. المبلغ هو 250 ألف دولار. أو يعني ما يعادله بأحد العملات الأجنبية الأخرى بغض النظر وين كان موجود، بغض النظر عن أي مكان للعقار. سؤال بيخطر على بالي، أنه مثلا أنا إقامتي إسطنبول. نعم. بس بدي أشتري بيت كمستثمر خليني أقول بترابزون. لا يمنع هذا الأمر. لا يمنع، لا يمنع هذا الأمر. وما بيكون في مثلا إعاقة أنه لا أنا يمنع إقامتي هذا هيك ومكان العقار. لا يمنع. لا
حلو حلو جميل، ان شاء الله يا رب، يعني هو افتراضا بس بنحكي بموضوع يعني الامثله لحتى نقرب الموضوع اكثر. طيب استاذ زياد، بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الحالي نحن صدر قرار من رئاسه شؤون الاجانب لدائره الطابوق التركيه لتوضيح بعض النقاط بموضوع التجنيس عن طريق التملك، وذلك بسبب ظهور العديد من طرق الاحتيال على القانون. نحن حكينا تحت الهواء شوي من هالتفاصيل، حابين نستوضح اكثر ونخبر المشاهدين والمستمعين عنها، شو تفاصيل هذا؟ استاذ هلا، طبعا صدر من اداره شؤون الاجانب التابعه لاداره الطابوه القرار رقم 831936 بتاريخ 22/3 عام 2021، بعض النقاط الاساسيه والتي كانت موجودة سابقا لكن أصبحت الآن الدولة وخصوصا إدارة الطابو بتعقب والتأكد من صحة هذا الأمر. أيوة. النقاط الأساسية خلينا نوضحها فعلا. بداية بالنسبة للنقطة الأولى، تقول لا يمكن للشخص التركي، للشخص الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري، أيوة، هو أو زوجته أن يقوموا ببيع العقار لأجنبي آخر بقصد الحصول على الجنسية التركية. ها. وإن إدارة الطابو ستقوم بالتأكد من صحة هذا الأمر بمراجعة الإدارة العامة للنفوس. يعني أكيد مارق عليها هيك قصص لحتى أصدرت هذا القرار. طبعا هذا الأمر كله بسبب عمليات اللي بتصير النصب والاحتيال مع كل الأسف. للأسف. نعم. للأسف. الأمر الآخر، لا يمكن أن يكون العقار الذي تم الحصول عليه، نعم، أو من خلاله على الجنسية التركية أن يكون مسجلا سابقا باسم الأجنبي أو زوجته أو أولاده أو على اسم الشركة التي هو شريك فيها. يعني هذا تفصيل خطير صراحة، يعني لازم يكون بعيدة كل بعيد البعد عن هذا الأمر الجانب. نعم. أيوة. تمام. الأمر الآخر، لا يمكن بيع العقار بعد 3 سنوات من وضع الإشارة عليه، حتى لو يعني قضت هذه المدة، بتعرف انها فترة المطابقة اللي هي توضع العقار لمدة 3 سنوات، صح، حتى اللي بيحطوا على إشارة 3 سنين، حتى اللي بعد 3 سنوات ما بيصير يبيع هذا العقار لأجنبي آخر بقصد الحصول على الجنسية. ها. وفي حال إعادة العقار إلى الشركة الأصلية يعني المنشئة، نعم، أو إعادة بيع لأجنبي بقصد الحصول على الجنسية التركية، لابد من موافقة الإدارة العامة للطابو لهذا الأمر. أيوة. لابد يعني من الحصول على الموافقة من هذا الأمر. بتحس تعقيدات يعني كأنه لأنه عم دارسين الجوانب اللي عم تجي. طبعا هذا قلت لك الأمر بسبب العمليات التزوير، نعم، والمشاكل اللي عمال تقع فيها أغلب المستثمرين وخصوصا بموضوع التقييم. طبعا نحن دائما نعرف كل فترة الدولة عم تقوم بعمليات ملاحقة شركات التقييم، لأن في كثير مشاكل. صحيح. يعني مثلا عقار قيمته الحقيقية لنفرض 100,000، طبعا أستاذ هلا بدي أحكي بكل صراحة طبعا ومصداقية عن طريق هذه القناة، يعني نحن الآن مثلا مستثمر أو نلاحظ إعلانات وجود مثلا أحصل على الجنسية التركية بمبلغ 100,000 دولار وبزمن قياسي بحطوا وبزمن لك شيء. طيب يا أخي، أنا إذا الدولة محددة هذا الأمر بمبلغ 250,000 بالضبط، أنت شو عملت ملكني يعني ب 100,000 دولار؟ العملية فيها تلاعب على القانون. شلون أنت كشركة أنا بجي أشتري من عندك عقار، تمام، العقار قيمته الأساسية 100,000 دولار، لكن أنا عمليا بحول لك 250,000 دولار مشان اخذ وصل التحويل، ايوه، كونك انت البائع، وبنفس الوقت بترجعي لي ال 150، ايه، وبتفق مع شركه تقييم اخرى استنادا لهذا الايصال بان تقيم لي العقار بمبلغ 250,000. طبعا هذا الامر يعني سنه سنتين ثلاثه اربعه اخر شيء راح ينكشف، راح ينكشف اكيد. وبننصح كل المستثمرين بشكل عام عدم اللجوء لهذا الامر، والحذر، كل الحذر من شركات النصب والاحتيال اللي بتسمي حالها الشركات العقارية أو وبعناوين جذابة وبراقة، نعم، بتخليك، نعم، إنه أنت تتحمس، وكتار من الأشخاص، نعم، خاصة اللي بيكون خارج تركيا ممكن يلفت نظره هذا الموضوع ويقول لا عن جد خليني أجرب، والأهم من ذلك متورط. من يوم الغد أصبح تدقيق الملفات لكل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري
أيوة. بتدقيق ملفاتهم رغم حصولهم على الجنسية التركية. يعني بعد ما حصلوا خلصوا واستلموا الهويات والجوازات، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد ثلاثة، ممكن بعد أربع سنوات يتم هذا الأمر. طب خلينا نفكر بنقطة مهمة استاذ زياد. على فرض اكتشفوا من عدد ما من المستثمرين أنه عن جد دول الأشخاص حصلوا على الجنسية بطرق خلينا نقول غير نظامية 100%، هون ممكن تنسحب الجنسية ولا ممكن يكون في إجراءات معينة العلاقة بالعقار بذات مباشرة نفسه؟ يتم سحب قرار تجنيس مباشرة. ما يعني في لعب أبدا. ممكن لنفس الشخص يتلاحق جزائيا أو إداريا بمعنى الدخول إلى تركيا لمدة 6 سنوات. أيوة. هذا الأمر طبعا ضروري. يعني ما في لعب أبدا. نعم. أبدا بهي الموضوع. مثل ما قلت يعني مو شغلة أنه الواحد خلاص أمن لا حصل على الجنسية خلاص أخذ الجواز. ولذلك يعني هلا كل العالم اللي عم تيجي لهون لتركيا. نعم. يعني غالبه أجنبي عن تركيا. كقوانين هذه الأمور البسيطة يعني ما بيعرف او ما حد مطلع عليها تمام. وكثير قلت لك الشركات اللي عم تلجأ لها الاسلوب هذا انه ادفع مبلغ 100,000 دولار وحصل على الجنسيه التركيه وخلال الفتره. صح يعني ممكن انت تحصل على الجنسيه التركيه بس ولكن بطريقه غير قانونيه بالفعل. نعم. واكيد حتسبب له مثل ما قلت مخالفات وممكن ممكن تورطه بامور ثانيه. طب هلا اذا بدنا نختم حديثنا بنصائح جوهريه. مرينا شوي عليها بس نحن بنركز عليها اكثر لحتى كل حد عم يسمعنا هلا وخاصه من الاشخاص اللي خارج تركيا اللي حابين يتملكوا وايضا يحصلوا على الجنسيه من خلال التملك. استاذي هلا نختم هذه الحلقه بنصيحه لكل المستثمرين سواء الاجانب ام العرب في تركيا. اولا انت قبل ما تجي تستثمر في تركيا احسب القيمه الماديه اللي انت على اساسها بدك تشتري العقار. حلو حلو. تحدد العقار المراد شراؤه، هل العقار بقصد السكن ام بقصد الاستثمار. في حال انا اشتريت العقار ايش هو العائد اللي العقار رح يقدم لي هو؟ يعني تماماً. انا عم بدفع مثلا 250 بقصد استثمار، انا مو معقول عمليا ادفع 250 مشان احصل مثلا على 1000 ليره. ايوه التركي. حلو. لان يعني كل منطقه بتعرف لها مكانها ولها شروطها. صحيح. والاهم من كل هذه الامور لابد من اختيار شركه عقاريه موثوقه. حلو. ليكون الخبير العقاري على تواصل مع هذا المستثمر بدايه. جميل. ولا بد ايضا من وجود المستشار القانوني وهذا امر لا بد منه. جميل. وجود المستشار القانوني. ايش وظيفه المستشار القانوني؟ وظيفه المستشار القانوني تاكد من صحه الوثائق والبيانات، تاكد من صحه العقار، عدم وجود اي اشاره على العقار، عدم وجود اي مستاجر. تمام. بما يضمن بما يضمن الحصول على الجنسية التركية بأقل تكلفة وبأقل وقت ممكن. والله يعني أنت عن جد لخصت لنا الواقع، لخصت لنا الوضع أستاذ زياد، وبنفس الوقت يعني خلص نورت كل شخص حابب عن جد يفوت هذا المجال. نعم. ويحصل على الجنسية التركية من خلال. وهذا واجبنا طبعا عن طريقكم وعن طريق هذه القناة. يعني. الله يسعدك يا رب أستاذ زياد عجان الحديد مدير شؤون القانونية في شركة غرس. أنا بدي أشكرك بختام لقائنا. شكرا جزيلا لك على هالمعلومات. شكرا لكم أستاذ هلا. أهلا وسهلا فيك. متابعينا هي كانت فقرتنا فيما يتعلق بموضوع الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري والنصائح الذهبية اللي قدمنا إياها الأستاذ زياد. صار الوقت لنطلع فاصل إعلاني ومنرجع بعد.